على مهلك ميت. فرحنا برجعتك. ميت. يا روحي. انت منيح يا قلبي، يلا راجيني اعطيني طبق المراسم. رجعت شفت ابني من جديد، وابني واقف هون قدام عيوني بفضلك انتي وبس. شكرا كتير يا مرت عمي. انا سبق وعطيتك وعد اني رح رجع ميت باسرع وقت، واللي بهمنا هلأ إنه رجع. بس بصراحة يلي مضايقني إنك ما بتوثقي فيني يا مرت عمي. وقت الابنة بتعمل تصرف منيح، الأب كتير بيرفع راسه فيها. وانت يا بنتي الشي اللي عملتيه بيرفع الراس، وكانت شجاعتك فوق الوصف. يلي سويتيه مانو قليل. أنا كتير فخور فيكي عالشي اللي عملتيه يا بنتي. تسلميلي. ميت. ميت شبك ابني؟ انت منيح؟ ها؟
هذا طبيعي. ميت كتير مرهق من اللي صار معه بهاليومين ولازمه راحة، بس عادي وضعه منيح. تعال هوشيار. تعال على رجلك، حط ايدك. يلا انا بكل صراحة ما بعرف اللي صار بميت بعد ما انخطف، بس هي البنت بتعرف. نيلام، هي شو لابسه؟